السلام عليكم يا شباب. بالنسبة في الدقيقة الثامنة في بارت 2 في الويند، في مراجعة الويند، تمام؟ في تنبيه بس، حد من زميلكم اسمه يوسف كتر خيره، يعني نبهني على حاجة أوضحها لكم في سؤال الامتحان اللي قلت جه قبل كده. سؤال الامتحان ادالك إيه؟ ادالك باور، خلاص؟ الباور ادهولك ب 400 كيلو وات مثلا، خلاص؟ واداك الويند سبيد اليو 1، وادالك الار بي ام. ار بي ام يبقى الان معايا يبقى الاوميجا معايا، خلاص. اداني ايه كمان؟ اداني الايتا الكتريكال ميكانيكال، لان الباور اللي مديهولي ده كان الكتريكال، خلاص. طلب ايه يا سيدي؟ طلب التيب سبيد ريشيو. المعادله بقى لو جيت فك الباور هقول ايه؟ هاف رو في الاريا في اليو 1 للباور 3 في السي بي. المشكله ان انا معيش الار، لان انا معيش الار مش هقدر اجيب اللندا، فهتفك الاريا دي باي اوفر 4 في او باي اوفر 4، خلينا بقى بلاش باي اوفر 4، باي في ار سكوير، خلاص. والسي بي دي هتعوضها بالمعادله اللي عندك دي اللي هي ايه، نيجاتيف مثلا 0.4 زائد 0.292. اللندا دي بقى تفكها ايه؟ تفكها ار في اوميجا على يو 1، هيكون معاك اليو 1 والاوميجا، والمعادله الثانيه والترم ده برضو تفكه. يبقى هتلاقي معاك معادله طويله فيها الار، الار بقى فيه للباور 2 والكلام ده، تحسبها وتجيب الار بتاعتك وتبتدي تحل المساله عادي. ده بس تنبيه صغير عن طريقه حل في مساله رخمه كانت في بعض الامتحانات، بس عشان تبقوا عارفينها يعني.